تخص طبعا مباراه النادي الاهلي ونادي بيراميدز. بس انا يعني الحقيقه علامه استفهام على قرار ايقاف الكابتن سيد وتغريبه انا 50,000 جنيه. انا حزين جدا يا اسلام، حزين جدا جدا. يعني لما اساس اي نجاح في الدنيا كله ان انت بتمشي بلوائح وقوانين، ناقش الموضوع ده حتى في كلامك. يا انا مسابقه بتدار باللوائح والقوانين ولا بتدار بالاهواء والاتزانات والموازنات؟ يعني اني بتدار بها المسابقه؟ يعني والسؤال اللي هنا، لجنه الانضباط مع احترامي الكامل لاي حد في المنظومه او ايا كان لجنه الانضباط او لجنه المسابقات او اتحاد الكره بشكل كامل، يعني مع احترامي الكامل لاي حد، لكن حضرتك لما تاخد قرار وتقول مثلا باحداث بيراميدز، طيب احداث بيراميدز دي حاجه من ثلاثه، يا قبل اللقاء يا اثناء اللقاء يا بعد اللقاء، مظبوط؟ مش دي احداث بيراميدز ولا احداث بيراميدز بعد ما روحت بيتي؟ اكيد يا قبل اللقاء يا اثناء اللقاء يا بعد اللقاء. طب لو قبل اللقاء مفيش حاجه اساسا حصلت بدليل ان انا كنت موجود جوه، مظبوط؟ في المباراه، مظبوط. اوكي، اثناء اللقاء كل اللي انا قلته لكابتن ابراهيم كل اللي انا قلته قلت له بلاش سفاره كتير يا كابتن، عايزين نلعب كوره. اداني انذار، اوكي. هل الانذار ده لما تاخد الكارت اصفر عند لجنه الانضباط بتوقف ماتش وتستغرق 50,000 جنيه؟ يعني الكارت الاصفر دلوقتي اللائحه بتتغير؟ هل في لائحه يا كابتن عند النادي الاهلي او وصلت النادي الاهلي تخص هذا الموضوع ولا لا؟ ما انا بقول لك انا لائحه وقوانين، اللائحه وقوانين من تلقاء الحكم ادني بعد اللقاء مثلا، يعني انا بعد اللقاء ايه اللي انا عملته؟ ما انا لو عملت حاجه اثناء اللقاء كان هيطردني الراجل اصلا. بالظبط بالظبط. طب لو عملت اي حاجه بعد اللقاء، طب انا عملت ايه؟ ده احنا اللي كنا بنهدي لعيبه بيراميدز زي ما انت شفت. حتى يعني بعد اللقاء نفسه ما تعرضتش لاي حد، هتعرض ايه؟ يعني هتعرض ليه؟ ليه؟ انا كسبان واتكلم مع حد ليه صحيح؟ هتكلم ليه ايه؟ انت بتتكلم في ايه يعني؟ انا مش فاهم برضو. يعني العمليه توازنات مثلا، ولو توازنات ما ينفعش تعملها مع النادي الاهلي. ما ينفعش تعملها قبل مباراه زي المصري والسوبر. وبعدين في قرار في الدنيا يطلع بين شوطين مباراه. يعني سيبك من ده، يعني سيبك من بعده واساسه وحسياته واسبابه. في قرار في الدنيا تطلعه بين شوطين مباراه. طب انا عندي مباراه مع المصري اللي جايه مثلا، ليها حساباتها الجماهيريه وليها حساباتها بالنسبه لنا احنا كمشوار واستمراريه في الانتصارات او في تثبيت رجلك بشكل كويس او في المسابقه، وليها حساباتها. انا لو انت غلطان يا سيدي، لو انا غلطان واستاهل العقوبه، يعني واستاهل 10 ماتشات ولا 20 ماتش، حقك. لو في لائحه بتنص ان انا لما بدر منك، لما تعديت باللفظ او بالكلام او باي حاجه، تدين اي حد او تكلم اي حد او تخوض في شخصيه اي حد، وعندك لائحه كده ان شاء الله حتى توقفني سنه، انت حر، حقك. لكن حضرتك لما تقول لي يعني احداث بيراميدز، هو ايه اللي حصل في احداث بيراميدز بالنسبه للنادي الاهلي؟ اي نجاح في الدنيا بقولها لك يا كابتن اسلام، اي نجاح في الدنيا ما ينفعش انت تبقى متربص لشخص او هيئه او فريق، ما ينفعش. ما ينفعش تبقى متربص بشخص. ولو انت حضرتك بتتكلم على توازنات، انا مالي انا؟ يعني انا مالي حضرتك؟ يعني انت مثلا فرقه كسرت الاستاد، انا مالي انا؟ انا مالي؟ انا دخلتني في الموضوع ليه؟ ايه اللي انا عملته؟ وهرجع اقول برضه بالمنطق والعقل، وانا كده لا اامن، انا لا اامن في اي حاجه، لا اامن. لان انت بتتكلم على حاجه واضحه للملايين، مصر كلها اتفرجت على المباراه، مصر كلها اتفرجت على المباراه. ايه اللي عمله سيد عبد الحفيظ؟ ايه اللي عمله؟ يعني ايه اللي انا عملته؟ ولو حد هيطلع يكلمك في اي حاجه في اي شيء يا كابتن اسلام، يعني سؤال بسيط جدا يتسال له، يعني قبل اللقاء مفيش حاجه، اثناء اللقاء الراجل اداك انذار اصلا، تمام؟ لو انا تعديت باللفظ او تجاوزت ولا حاجه، كابتن ابراهيم الدين كان هيسيبني ولا هيطردني؟ لا كان هيطردك طبعا. طب ده ما حصلش. ده ما حصلش، ده معناه ايه؟ معناه ان مفيش حاجه من لا تستحق كل هذا الموضوع، مفيش تجاوز. طيب بعد المباراه نفسها بقى، مصر كلها شافت مين؟ يعني الاهلي عمل ايه؟ مش انا عملت ايه؟ ايه اللي انا عملته؟ بعد المباراه انت لميت الناس كلها ودخلت على اوضتك وباركت وبعدين احنا هو لعيبه بيراميدز، ما علاقتنا بيهم كمسؤولين او كلعيبه علاقه جيده جدا. بنتكلم معاهم، ده انت شفت بعض اللعيبه عندنا بتهدي الناس اللي عندهم، ده انا بسلم على عبد الله بكري وبسلم على اسلام عيسى وبسلم على دوكا وبسلم على فهد سليمان، بتسلم عليهم. ويعني انت مفيش حاجه خالص. فانا بقول لك الموضوع ده ليه؟ يعني حد يطلع، لان انا كده انا لا اامن خلاص. يعني بعد القرار ده النهارده لا اامن ان في واحد يبقى معاه ورقه تمام في ايده ان هو يوقف فلان ب 10 ماتشات و15 ماتش، لا ما ينفعش. هو كابتن سيد معلش، هو انا عايز استفسر منك في حاجه، هو القرار هنا بيجي قرار بدون اسباب او بدون تفاصيل؟ لا ما ينفعش، ما انا بعد اللي حصل. لا انا بسالك هل ده بيحصل ولا المفروض ان هو بيبعت لك تفاصيل؟
المفروض ان هو يبعت لي لما بقدر منه، لما بقدر منه مثلا حسب تقرير الحكم على حسب مثلا ايه بقى اللي انت عملته، لما بقدر منه ايه اللي انا عملته، اللي انا قلته. ما انت في ثلاث حاجات يا كابتن اسلام، احنا برضه الناس ربنا يعني ادانا عقل، يعني ربنا سبحانه وتعالى ادانا عقل. خلاص انت بتتكلم في القرار بتقول احداث بيراميدز، احداث بيراميدز دي يعني في حاجه شد وجذب او تعدي او تشابك مظبوط. احنا مالنا بين القصه دي، انا مالي ومال القصه، ولا لي علاقه على فكره. يعني بيراميدز يعني لهم حق ان هم ياخدوا كل الطرق اللي تساعد فرقتهم، ده حقهم، لكن انا اتدخلني في الموضوع ليه؟ انا اتدخلني في القصه ليه؟ يعني لما تقول لي احداث بيراميدز تمام، اي حد في مصر شاف الاحداث دي كانت ما بين فريق والحكم، صح؟ مظبوط. ما كانش الفريق الثاني مالوش علاقه خالص. يعني الفريق الاهلي مالوش علاقه خالص. وارجع اقول لك انت حتى لما بتيجي، انا ماليش علاقه ان انا او اسف ماليش ان انا اعقب على اي حاجه لبيراميدز، لان ده عندهم ادارتهم وعندهم جهاز فني محترم وعندهم اداره محترمه وعندهم لعيبه محترمه، انا ماليش علاقه خالص. لكن انت بتدخلني في حاجه زي كده ليه؟ وايه المقصود ان انت تدخلني قبل مباراه المصري؟ او قبل مباراه السوبر؟ ايه المقصود؟ يعني انت بترمي ايه او هدف منك ايه؟ لا بس هي مباراه واحده ايقاف، يبقى هي مباراه المصري اعتقد بس. ايا كان يا كابتن اسلام. ايا كان. هي مباراه المصري دي مش لها حساباتي بالنسبه لي. لا انا بس بسال عشان الناس تفهم بس، ان هي مباراه واحده معناها ان هي مباراه المصري، ابتداء من بعد مباراه المصري حضرتك هتكون متواجد بشكل طبيعي. ايوه إيه؟ انا برضه ارجع اقول نفس الحاجه، انا حبيت جدا الحقيقه خالص تمام، يعني عارف اقول ايه وايه السبب اصلا، يعني ايه السبب. تخيل بقى حضرتك بقى مبسوط ان انت يعني بتاخد قرار في حد اوكي وانت متاكد ان هو ما عملش حاجه ومع ذلك بتعاقبه ازاي يعني؟ ازاي؟ طيب يعني حتى وانت بتكمل الجمله بتقول احداث بيراميدز، احداث بيراميدز اللي مصر كلها شافتها، يعني العالم كله شافها واحنا مالناش علاقه بيها خالص يعني. طيب كابتن سيد، هل